المحاضرة مالتنا مالت اليوم راح نحكي بيها على فد شيء اسمه كابتشر كومبير بالس ويدث موديوليشن اللي هو نسميه سي سي بي. راح نحكي على فد شيء الكابتشر اللي هو شلون نقدر نمسك او نلزم بالعامية الاشارة مالتنا الكومبير شلون نقدر نسوي مقارنة بيناتها، والبالس ويدث موديوليشن شلون نقدر نتحكم بال الويدث مالتها السمك او عرض الموجه اللي احنا نريد نستخدمها. وراح نشوف تفاصيل عليها من ننزل شويه شويه بالسلايدات. طبعا الكابتشر كومبير والثانيه اللي هي البالس ويدث موديوليشن اللي هي نسميها البي دبليو ام موديل از بيريفيرال ويتش الاو ذا يوزر تو تايم اند كنترول ديفرنت ايفنتس اند تو جنريت بالس ويدث موديوليشن بي دبليو ام signals. اللي هو شنو معناه انه احنا دن عن طريق استخدام هذا الشيء دا نقدر انه نتحكم او ناثر بصوره مباشره او غير مباشره على تاثيرات الوقت وتاثيرات السيطره عليها من ناحيه اشياء مختلفه. رح نجي على فد شيء اللي هو الكابتشر مود اللي هو له علاقه بالوقت. الفتر الشيء اللي دا يصير انه دا يقارن ويا فتره زمنيه انه اني موجوده اذا استخدمها هاي الفتره الزمنيه. الكابتشر مود انه الكومبير مود انه اللي دا يسويه انه دا يقارن ويا فد حدث دا يصير فتره زمنيه معينه ولازم يتوقف لما هذا الحدث مالته يتوقف. والبي دبليو ام اللي هو دا يتحكم قلت لكم بالويدث موديوليشن اللي هو التغييرات اللي تصير بالموجه مالتنا او بالسيجنال او بالبلس اللي تصير اللي احنا بدنا نستخدمها على التغييرات اللي تصير بالفريكونسي وبالديوتي سايكل. هاي الاشياء راح ناخذها واحده واحده وراح نشوف شنو الفرق ما بين الكابتشر والكومبير والبي دبليو ام عن طريق امثله وعن طريق قسم من الكودات، وراح نشوف شلون نقدر نتحكم بهذا ونتحكم بذاك. To program these CCP modules, إنه نستخدم المايكرو كنترول مالتنا الـ PIC 18 timer must be understood. اللي هو حكينا عليه قبل اللي هو تايم 1 والتايم 2، التايمر 1 أو تايمر 2 والتايمر 3 والتايمر 4. زين أحد يتذكر من عندكم شنو التايمر 1 والتايمر 2 وشلون قدرنا نستخدمها؟ هي شنو كانت التايمر 1 والتايمر 2؟ اوكي زين، وزين ليش كنا نستخدم تايمر 1 وتايمر 2؟ زين اكو فد شيء اسمه انترنال واكسترنال، تتذكروه لو تتذكره؟ اوكي زين، هذا شنو علاقتها بالتايمر؟ تتصور لها علاقه بالتايمر 1 وتايمر 2 لو ما لها علاقه؟ عشت ايدك بالضبط، هو هذا اللي انا قصدي، هذا الفرق ما بين التايمرات وشنو استخداماته. طبعا هذا كرفرش صغير على الموضوع مال التايمرات بصوره عامه، بس راح نشوف اصلا احنا شلون راح نقدر نستخدمها ويا الكابتشر والكومبير والبلس موديوليشن ويث، وشلون راح نقدر نميز بين واحده وواحده وشلون راح نقدر نفرق ما بين واحده وواحده واستخداماتها. اكو تيبل اللي قدامنا انه يقول لنا انه شلون التايمرات اللي راح نستخدمها، مثلا يقول لنا بالكابتشر انت تقدر تستخدم تايمر 1 او تايمر 3، بالكومبير تقدر تستخدم تايمر 1 وتايمر اور تايمر 3.
بالبي دبليو ام تقدر تستخدم تايمر 2 بس. زين، طبعا هاي الفقره كلها منو اللي راح يتحكم بها التايمرات؟ راح يتحكم بها ريجستر اللي هو تي 3 كنترول، اللي هو ريجستر انه راح يستخدم تو تشوز ذا تايمر فور ذا كومبير اند كابتشر مودز، انه هو اللي راح يتحكم انه اني راح يقول لي انه يا هذا اللي راح استخدمه يا هذا اللي راح استخدمه. طبعا الريجستر اللي احنا حكينا به اللي هو راح تكون مجموعه من البتات، وهاي البتات اللي راح تكون اما صفر او واحد، وكل واحده راح تؤدي من عندها في جوب معينه تختلف عن الجوب الثانيه اذا اختلفت ما بين الصفر والواحد. زين، هسه بنجي على شيء اسمه السي سي بي ريجستر. بنقول لنا انه ايت سي سي بي ريجستر هاز 3 ريجستر اسوشيتد وذ ات، اللي هي من هي؟ عندنا سي سي بي اكس كنترول، وعندنا السي سي 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 بي ار اكس ال، وسي سي بي ار اكس اتش. زين، السي سي بي اكس كنترول هو يتكون من 8 بت كنترول ريجستر. زين، وي سيلكت وان اوف ذا اوف ذا كومبير كابتشر اند بي دبليو ام مود يوزنج ذس ريجستر. ايش ده يقول لنا؟ فور اكزامبل انه مثلا انا ايش راح استخدم؟ اعوض بقيمه الاكس واحد او اثنين او حسب الاستخدام اللي انا بدي استخدمه. زين، واقدر استخدم بيها هذا الشيء اللي انا اريد اسويه. شكل الريجستر موجود بهذا الفيجر، البتات اللي موجوده به طبعا تكون قلنا من 8 بتات، البت السادس والسابع ما راح نستخدمها نهائيا، بينما راح نجي مثلا على البت الرابع والخامس. زين، مثلا ايش يقول لنا؟ اكو شيء اسمه دي سي اللي هو ديوتي سايكل بت 1 وديوتي سايكل بت 0. زين، هذا ايش يقول لنا؟ يوز اونلي ان بي دبليو ام مود. زين، لما يكون بت 1 اوف ذا 10 بت ديوتي سايكل ريجستر يوز اللي هو هذا، وهذا يستخدم هم هنا بس بالبي دبليو مود، يعني ممكن استخدامه بغير بس بالبي دبليو بالديوتي سايكل بالبي دبليو مود. وراح نشوف تقريبا قبل نهايه المحاضره راح نشوف شنو البي دبليو مود وشو وين استخداماته اللي احنا نقدر نستخدمها. زين، الفقره اللي وراها انه راح نستخدم فشيء اسمه سي سي بي 1 ام 3 الى سي سي بي 1 ام 0 اللي هو الحد هذا، يعني من البت 0 حد البت 3. طبعا ذن البتات مجموعها زين اربعتها، كل قيمه تتغير بيها راح تسوي لي فد اوبريشن معين او في شغله معينه انه انا بدي اسويها. مثلا اذا كانت عندي اربع اصفار ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي السي سي بي 1 اوف. زين، اذا كان عندي 001 راح يسوي ريفايزد، اذا كان عندي 0010 راح يكون كومبير مود، واكمل على الفقرات اللي موجوده عندي وشون انا راح اقدر استخدمها وعلى الارقام اللي موجوده على الباينري واقدر استخدمها. زين، سؤالي هنا اذا هي موجوده بالباينري شلون انا راح اقدر استخدمها؟ يعني اقدر استخدمها باينري، لو اقدر استخدمها ديسيمال، لو اقدر استخدمها هكسا، واصلا شلون راح اكتبها؟ بالكود، اي بالبرنامج، من اريد اكتب مثلا اسامبلي كود. زين، شلون راح اعبر عن هذا الريجستر؟ اوكي، بس اريد شلون اريد مثال بسيط عليه شلون راح ينكتب. هسه اوف راح يتحول هو بكل الاحوال راح يتحول باينري، بس اني اقدر اكتبه بس بالباينري القيمه مالته، لو اقدر اكتبه بالديسيمال، لو اقدر اكتبه بالهكسا، لو شلون بالضبط اقدر اكتبه؟ على عين وراسي. زين، اصلا شلون راح اكتبه؟ شلون راح اقول له مثلا هذا الريجستر هيك قيمته؟ هيك كمثال. اوكي، اوكي، بالضبط. زين، اقدر اكتب مثلا بدون هذا الموف راسا اكتب له مثلا انه ريجستر والسي سي بي 1 وقبال القيمه، اقدر اسوي هيك شيء؟
عشت ايدك بالضبط. زين، اصوات الباقين ماكو، يعني مدى اسمع اي واحد ثاني دا يحكي، يعني بس حسام اليوم، حتى ابراهيم ساكت، يعني الباقين موجودين دا، يعني اكو فد مشكله انه مدى توصلكم، ما يوصلكم صوتي او سؤالي ما واضح دا يكون. زين جاوبوني. مثلا زياد طارق اشو صمته، يعني ولا نفس ولا حس، يعني مدى افتي مدة توصل له الفكره، لو مدى توصل لزياد طارق حتى ما راح يجاوب. ما اعرف هو فاتح المايك او فاتح داخل وعارف على صفحه، واصلا هو ما موجود، ما ادري. يعني بالنسبه للباقين يجوز نفس الشيء، ما ادري. جوز نايم. المهم نكمل على الجزئين الباقي من الريجستر اللي موجوده عندنا. عندنا سي سي بي ار اكس ال، طبعا هذا اكو هنا المفروض انكتب سي سي بي ار، هسه اصلحها، المفروض هو مكتوبه سي سي ار بي، هو غلط، سي سي بي ار، سي سي بي ار اكس اتش. نقصد بالال والاتش اللي هو اللو والهاي اللي احنا راح نستخدمها. طبعا هذا راح يكون 16 بت ريجستر. زين، راح يكون 16 بت ريجستر، هذا راح يكون زين، وراح يستخدم كومبير ريجستر، اما 16 بت كومبير ريجستر او 16 بت كابتشر ريجستر، او راح نستخدمه 8 بت ديوتي سايكل. طبعا بس مو كلها يكون استخدامها بنفس الوقت وبنفس اللحظه، يعني انا ما اقدر استخدم 16 بت كابتشر و16 بت ديوتي، عفوا 16 بت كابتشر و16 بت كومبير بنفس اللحظه، لا، لازم استخدم يا اما 16 بت كومبير يا اما 16 بت كابتشر يا اما 8 بت ديوتي ريجستر. زين، يعني كل واحده تكون استخدامها بوقت معين يختلف عن الوقت الثاني، لانه هو اصلا ريجستر واحد، يعني ممكن استخدامه بنفس اللحظه لاكثر من شغله. شكل الريجستر اللي هو راح يكون عندنا قلنا انه 16، فراح يبدا من الدي 0 ينتهي بالدي 15، مقسم الى قسمين اللي هو اللو والهاي حسب ما قلنا وشرحنا قبل شويه. زين، هذا شكل الشيب اللي احنا نستخدمه البي اي سي، وراح يكون بالضبط مكان السي سي بي 1 هو بالبن 17 اللي هو تقريبا اغلبيه الاحيان راح يكون على شكل اوتبوت، بس ما يمنع انه راح يكون انبوت ببعض الحالات. زين، راح نجي على اول فقره اللي هو الكومبير مود. زين، احنا قلنا عندنا كومبير مود، وقلنا عندنا كابتشر مود، وقلنا عندنا البي دبليو. زين، راح نجي على الكومبير مود. الكومبير مود اللي هو راح يصير كومبير ما بين ال 16 بت فاليو اللي هو ما بين السي سي بي ار، زين، اللو والهاي، وكومبير ويا من ويا 16 بت فاليو مال التايمر، همين الهاي واللو. زين، فهذا شنو معناه؟ معناه انه اني من تدخل لي فد اشاره معينه انه هو يريد يقيس الفتره الزمنيه اللي اني اريد استخدمها، من اني حددت له فتره زمنيه معينه انه راح يبدي يشتغل بهالوقت هذا، انه راح يبدي يشتغل لحد ما تخلص الفتره الزمنيه مالته ويوقف. زين؟ هاي الفقره اللي هو دا يسويها انه دا يقارن زمن بزمن، نشبهها مو هي باعوا انتبهوا عليها، هي مو شغل، بس نشبهها كانه تايمر. زين، انا قلت له كانه اشتغل من هاللحظه لهاللحظه واوقف وراها، شنو قبلها شنو وراها انت ما لك علاقه من عنده. زين، بس الفقره اللي انت تشتغلها تشتغل عليها خلال هذا الفتره مال الزمن المحدد اللي انا محدده لك. زين، سواء كمساله رياضيه او سواء ككود او سواء اي شيء ثاني انا درت استخدمه. زين، طبعا لما نصير هاي الايفنت اوكر، زين، ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا توجل للسي سي بي 1 اللي هو تبديل راح يصير، وراح يصير درايف هاي او درايف لو الما للسي سي بي 1 بن، يا اما راح تصعد او تنزل الاشاره مالتنا. زين، وريمين ان افكت بات جنريت سوفت وير انتربت. زين، انه راح يولد سوفت وير انتربت. زين زين، وبعدين ايش راح يسوي؟ راح يسوي تريجر سبيشال ايفنت وذ هاردوير انتربت اند كلير ذا تايمر. زين، يعني يحث على الشغل مالته، زين، للهاردوير، بس بعدين يسوي انتربت. زين زين، انا سؤالي هنا ليش يسوي انتربت؟
هو ده يشتغل زين، ليش يسوي انترابت؟ اوكي، هو ده يسوي انترابت مال كومبير زين، هو اصلا من سوى كومبير وبعدين سوى انترابت غير حسام، اريد الباقين زين. حسام يعني انا وصلت الفكره مالتك اللي انت تقصده، بس اريد الباقين، هو ليش ده يسوي انترابت؟ او بمعنى ادق، ايش وقت ده يسوي انترابت؟ من يلقى تطابق يسوي انترابت. تطابق على اساس شنو؟ اللي هو من هو؟ ويا من؟ تطابق ويا من؟ يعني مين بده يتحكم بيه؟ اللي هو من هو؟ على عيني وراسي، بس هو اصلا ده يسوي تطابق، هو صحيح هو شغله ده يسوي تطابق وده يتحكم بيه الشرط مال السي سي بي وده يسوي فالشغله، بس على اساس شنو احنا بدنا نسوي التطابق؟ على اساس فتشي شنو اللي حددناه؟ زين اوكي، غير ابراهيم على اساس شنو؟ على اساس التايم، على اساس الوقت اللي انا دارد اسويه، هو دا يسوي كومبير على اساس التايمر، يعني يعني انا الاساس مالتي صح حطيت كونديشن، بس هو منو دا يتحكم بيه؟ التايمر مالتي دا يتحكم بيه اللي انا دارد اسوي بيه زين. وهذا شكل العمليه اللي انا راح يصير عندي، انه راح يصير ريجستر سيلكت زين، اللي هو هذا الشيء زين. ومن يصير عندي ريجستر سيلكت هذا الشيء راح يصير عندي كومبير بهاي الطريقه زين، ويا من راح يدخل ويا السي سي بي وراح يقارن ويا التايمرات اللي تدخل عندي، سواء التايمر 1 او التايمر 3 زين، ويصير الكومبير ويطلع لي النتيجه مالتي والكونديشن اللي انا دارت احققها ودارت اسوي زين. اوكي زين، هسه نجي بالنسبه للتايمر 3 كنترول ريجستر اللي هو من ايش متكون؟ متكون من مجموعه من البتات زين. هاي البتات اللي هي موجوده متكون من عندها زين، انه اول بت اللي هو بت 7 اللي هو الار دي اللي هو اما ريد اور رايت انيبل بت زين، اللي انا استخدم بيه يا اما تكون قيمته صفر او تكون قيمته واحد، اللي هو يا اما كل واحده تعني في قيمه معينه يا اما 16 بت او 8 بت زين. عندي البت الدي 6 زين، وعندي الدي
بالضبط. الدي 6 والدي 3 زين، اللي هو تي 3 سي سي بي 2 والتي 3 سي سي بي 1 زين. همينا اذا كانت القيمه مثلا مال اول واحد صفر وثاني واحد صفر راح يكون يشغل لي تايمر واحد تايمر واحد زين. اذا كانت قيمته صفر واحد راح يشغل لي تايمر واحد تايمر ثلاثه. اذا كانت قيمته واحد اكس يعني اما تتبدل واحد صفر او واحد واحد راح يشغل لي تايمر ثلاثه وتايمر ثلاثه زين. ونفس الشيء بالنسبه للباقين اللي هو تي 3 سي كي بي اس 1 والتي 3 سي كي بي اس 0. همينا راح يتحكم بما راح يتحكم قيمه البري سكيل فاليو اللي هي ما تكون قيمتها 1 او 2 او 4 او 8 زين. واكمل بالنسبه للباقيين باقي البتات بنفس الطريقه. الثاني اللي هو البي اي ار اللي هو البريفيرال انتربت فلاج ريجستر 1 ايش يحتوي؟ يحتوي لي على فلاج واحد اللي هو سي سي بي 1 اي اف اللي هو بحالتين اني راح اشغله يا اما بالكومبير مود او بالكابتشر مود. بالكومبير مود لا انا راح اشغل حالتين يا اما صفر او واحد. الصفر انه اني راح اشغل تايمر واحد زين او تايمر ثلاثه انه تصير ديدنت اوكر ماتش ديدنت اوكر. وبالواحد انه الماتش اوكر. ونفس الشيء بالنسبه للكابتشر مود انه بالصفر تايمر واحد انه الريجستر كابتشر ديدنت اوكر وبالواحد انه الريجستر كابتشر اوكر. يعني من انا اسوي كومبير بالصفر ماكو ماتش بالواحد اكو ماتش. من اسوي كابتشر بالصفر اكو كابتشر ماكو كابتشر بالواحد اكو كابتشر. بهالطريقه انا اقدر اتحكم به. طبعا الخطوات اللي انا اسوي بها الكابتشر مود زين اللي انا عندي زين. اول فقره لازم اسوي انيشيلايز للسي سي بي 1 كنترول ريجستر. بعدين انيشيلايز للتي 3 كنترول ريجستر اللي هو ده يتحكم بالتايم واحد تايمر واحد او تايمر ثلاثه زين. بعدين انيشيلايز للسي سي بي ار 1 اتش والسي سي بي ار 1 ال اللي هو مالت الهاي واللو على مود شغله انه اللي حقارنا ويا التايمر اللي انا موجود عندي. وبعدين اخلي السي سي بي 1 بن از ان اوتبوت بن زين. واسوي انيشيلايز للتايمر وابدي التايمر واسوي وراها مونيتور للفلاج اللي انا موجود عندي. هاي الخطوات الرئيسيه اللي تقريبا اللي حتبعها باي كود انه انا اريد اسوي بيه الكومبير مود زين اللي هي تقريبا سبع خطوات. لحد هذه النقطة اكو سؤال او استفسار؟ اكو شيء ما واضح؟ زياد طارق وياي اكو شيء ما واضح زياد طارق؟ اللي هو اصلا ما دا يجاوب. نجي عندنا مثال دي يقول لنا assume that 1 hertz pulse is connected to the timer 3 pin and a LED is connected to the CCP 1 pin. Timer 3 is being used as a counter. Using the compare mode, write an assembly language program will toggle the LED every 10 pulses. زين؟ يعني يقول لي كل ما تصير عندك 10 pulses انه سوي تبديل للليد مالتك يعني اما طفيه او شغله حسب الحاله اللي انا تصير عندي زين. انه يعني اذا انا كان اون هو اسوي اوف، اذا كان اوف اسوي اون وبهالطريقه هذه اسوي زين. وهذا كفكر توضيحي للشيء اللي احنا نريد نسويه اللي هو تدخل لنا بلس وده يطلع لنا بمن يتحكم الليد اللي هو مربوط بالسي سي بي 1 زين. لحاجه على الخطوات اللي انا اسوي من اريد اكتب الكود. ايش اول فقره ايش قلنا انه انا ايش اسوي؟ اسوي انيشيلايز انمن للسي سي بي 1 كنترول ريجستر فور ذا كومبير اوبشن اللي هو انا جيت هنا سويت انيشيلايز مالته اللي هي الخطوه انه انا قلت له حط هذا الرقم مالتك حط القيمه مالته. الهدف من عنده انه اسوي كومبير على مود التوجل مود توجل اون ماتش تبديل لما يصير عندك ماتش زين. الفقره الثانيه المن قال لي سوي انيشيلايز للتي 3 كنترول ريجستر زين فور تايمر واحد اور تايمر ثلاثه زين.
نفس الفقره اجي سواها هنا، سوى انيشيلايز المن للتايمر زين، وراها ايش اجى سوى؟ قال لي سوي انيشيلايز المن للهاي واللو اللي موجوده عندي. انا جيت سويت انيشيلايز للهاي واللو اللي هنا أنا محطوطه، نطيت قيم لها مره بالديسيمال ومره بالهكسا زين. وبعدين وراها سويت انا ايش عندي؟ ميك ذا سي سي بي 1 بين از ان اوتبوت، جيت سويته اوتبوت هنا عن طريق البت كلير فاير ريجستر اللي هو هذا زين. وراها سويت زين انيشيلايز تايمر 1 وتايمر 3 ريجستر فاليو زين، سويت هاي الفقره مالت الريجستر فاليو، وجيت اسوي عمليه الكومبير وعمليه الفلاج اللي موجوده عندي زين. هذه العمليه اللي هو يسوي عمليه الفلاج اللي موجوده عندي بالطريقه هذه، ولما نصير عنده ماتش اللي هو هنا يسوي عمليه الفلاج، لما نصير عنده ماتش يقول لي سوي عندك بالكونديشن مالتك واربطه برانش انكونديشنالي وكمل على هاي الخطوه وارجع مره الاخرى على الاوفر وعيد العمليه بحيث تبقى تستمر طالما عندك الباس. كل تيم باس ابدي اقلب. اكو سؤال هنا أنا؟ اوكي. ارجع هسه بالنسبه للمثال الثاني، ايش يقول لي؟ يقول لي جنريت ا سكوير ويف وذ 40 ملي سكند بيريد اند 50% ديوتي سايكل اون سي سي بي 1 بن اف اكس تي اي ال ايكوال تو 10 ميجا هرتز. اول فقره ايش لازم اسوي؟ لا انا ايش اريد؟ لازم اطلع البيريد اللي موجوده عندي، ايش قد اني حشغلها لحد اي تايم زين. شلون راح اطلع هاي البيريد؟ انا راح استفاد من القيمه اللي هو ناطيني اياها اللي هي هاي القيمه. نجي على البري سكيل شلون كنا نحولها؟ طبعا انا كاتب لكم نوت هنا نوت، اذا تريد تتذكر بالضبط هاي الخطوه شلون احنا بدنا نسويها لازم ترجع تقرا مثال 9 بالمحاضره، مثال 9 2 بالمحاضره 9. انا متسوي ريفرش شلون بدنا نحول هذا البريسكال مالتنا اللي هو الاف او اس سي اوسيليتر اوفر 4. ايش يقول لنا؟ يقول لنا بما انه انا عندي 10 ميجا هرتز زين، فهو اجى حط 1 على 2.5 ميجا هرتز زين. ليش حط 1 على 2.5؟ ده تسمعني هسه ولا ما تسمعني؟ هسه اوكي انت وقف عندك لي وين بالضبط على مود عيده؟ اوكي ماي الاوسيليتر. هسه جينا نريد نحول القيمه مالتها زين على مود نحولها الى وقت على مود نقدر نستخدمه، فجينا سوينا هاي القيمه اللي هي 10 صارت عندنا 1 على 2.5 ميجا هرتز زين. شلون صارت 1 على 2.5؟ اوكي بالضبط عشان ايدك، واللي مدى يتذكرها زين خلي يرجع يقرا محاضره 9 مثال 9.92 زين على مود يسوي ريفرش بالضبط هاي الخطوات شلون موجوده حولناها بس يجوز بغير ارقام زين. وراها جينا سوينا حولناها الى ملي مايكرو سكند اللي هو ايش عندنا؟ قسمنا ال 10 ال 20 اللي طلعت ال 40 طلعت لنا ملي سكند، راح ناخذ انه 20 للهاي واللو بورشن على السكوير ويف، وهاي ال 20 نقسمها على 0.4 اللي طلعت لنا بالمايكرو سكند راح تطلع لنا 50,000. طبعا ورا التحويلات انه بدنا نحول المايكرو والملي وكلها نسويها بوحده قياس واحده، بعدين هاي ال 50,000 راح نحولها الى هكسا ديسيمال اللي هي C350 بالهكسا ديسيمال. هذا الوقت اللي احنا نريد نحدده
زين انا سؤالي هنا أنا. هاي سي 350 شلون راح اكتبها؟ اكتبها كامله سي 350 لو شلون بالضبط اذا اريد اكتبها بالكود؟ هاي القيمة بالهكسا بس اني من اريد اكتبها زين شلون راح اكتبها هاي القيمة؟ راح اجزئها لو راح ابقيها قيمة واحدة اكتبها لو ايش راح اسوي بالضبط؟ ليش اني جزئتها؟ اوكي الريجستر ايش قد قيمته؟ اوكي فانا ايش راح اسوي هسه؟ زين الباقين الحكي اللي ده يحكيه حسام صحيح لو غلط؟ لا ما اريد ابراهيم، ما اريد ابراهيم اسماعيل، اريد الباقي. زين انا من اللي حجزئها راح اكتب سي 3 للو وال 50 للهاي. راح اكتب للو سي 3 وال 50 للهاي اكتبه. لو ايش راح اكتب؟ راح اكتب سي 3 5 للو والزيرو للهاي. طبعا الظاهر اكو مشكله بالنت يعني عندي. هسه طلعت؟ اوكي زين هسه انا سؤالي راح اكتب بالهاي وباللو كل واحده راح اكتب قيمه لها باعتبار احنا جزئناها، فاني راح اكتب سي 3 5 للهاي لو سي 3 5 للو لو 0 للهاي لو 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 شنو القيم اللي راح اكتبها هنا ولا راح اكتبها هنا؟ زين ليش كتب السي 3 للهاي و50 للو؟ زين ليش ما كتبت بس السي للهاي؟ ما كتبت بس السي للهاي. اوكي 16 دقيقه لحظه بس اسردفتي تجاوبك. ال 16 بت ياخذ قسمين قلت لي. زين ال 16 بت تاخذ السي وال 3؟ وتاخذ 16 بت السي وال 3؟ زين قيمه السي كم بت؟ اوكي وال 3 يعني ايش قد تاخذ كم بت؟ بالضبط بهالطريقه هذه، لانه كل واحده من عندهم تاخذ اربع بتات. زين فكل واحده من عندهم اخليها بجزء من الـ الهاي واللو مالتي اللي اندر تستخدمها، فابدي بيها من البدايه من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، بس ابدي هاي ولو وكل واحده من عندهم اعطيها اربع بتات. فايش راح تنقسم؟ راح تنقسم الى قسمين انه سي 3 للهاي وال 50 للو. زين وحسب المعطيات وحسب المتغيرات اللي تصير عندي انا بالسؤال. زين وهاي الفقره طبعا راح نعيد نفس الفقرات اللي احنا سويناها، نحدد الكابتشر مود مالتي وانيشيلايز التايمر والباقي الاشياء كلها راح اعيدها. بس اللي سويت هنا انا جيت تحكمت انه انطيته باللو. زين هنا بال شو اسمه بالهاي انطيته السي 3 وجيت على اللو انطيته ال 50. هذا الفرق اللي صار
عن الفقره اللي قبلها. وطبعا راح يسوي كومبير انه من يوصل لهذه الفقره مالت التايم راح يوقف، وعلى اساسه راح تختل راح توقف العمليه عن طريق الفلاج اللي انا اقدر اسويه من اسوي مونيتور للفلاج. اكو سؤال او استفسار لحد هاي النقطه؟ اوكي ماكو. راح نجي على الكابتشر مود. الكابتشر مود ايش يقول لي؟ ان ايفنت ات سي سي بي بين كوز ذا كونتنت اوف تايمر 1 اور تايمر 3 بي لودد انتو وين راح تتحمل بالسي سي بي ار 1 والسي سي بي ار الهاي واللو. ذا 16 بت سي سي بي ار 1 هاي والسي سي بي ار 1 لو ريجستر بير كابتشر اند ستور ذا 16 بت فاليو اوف التايمر هاي واللو register pair respectively يعني تعاقبيه راح تكون. التشبيه مالتها كانه راح تكون عمل كاونتر. يعني انا ايش راح اقول له؟ ظل عند زين واوقف. يعني مو انا راح اشغله ضمن فتره زمنيه، لا انا راح اقول له ظل عند لحد ما توصل هاي النقطه واوقف. مو مهم ايش قد طول الوقت، مو مهم الشيء اللي انا قدرت استخدمه قد طول الباص اللي انا داخلت لي، انا اذا اعطيه مثلا فت كونديشن اوقف بهالنقطه هذه. ولا مهم التايم اللي هو يستخدمه راح يقيس ايش قد تايم اخذ وسوى هاي العمليه. هذا الفرق عن الكومبير اللي هو يريد يسوي. زين؟ طبعا هم التايمر راح يدخل ويتاثر بهاي العمليه، هم راح يكون له تاثير. بس يقول لي الايفنت از ديفاين از ون اوف ذا فالونج، يا اما افري فولينج يا اما افري ريزنج. زين، يا اما من تنزل او من تصعد البلس ايج، يا اما افري فورث ريزنج ايج بلس يعني كل اربع مرات، يا اما افري 16 ريزنج بلس. زين، وهذا شكل الكابتشر والكاونتر اللي هو يريد يسويه هالمره. وين راح تطلع هسه؟ هناك من طلعت بالكومبير طلعت. هسه اذا نرجع على الفيجر اللي قبله، باع الاوتبوت من طلع؟ طلع من الكومبير. بينما بهذا الفيجر زين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كابتشر، واصلا عليه من يطلع لي اياه؟ ورا ما يصير كابتشر راح يطلع لي على السي سي بي ار 1 هاي والسي سي بي ار 1 لو. هذا الفرق اللي راح يصير، انه راح يصير الاوتبوت راح يصير من هنا، ما راح يصير من الكومبير الاوتبوت. زين؟ وهنا ايش يقول لي؟ يقول لي مثلا عندك البلس سيجنال مثلا يقول لي كل اربعه، فانا ايش راح اجي البلس سيجنال مالتي راح يحسب 1 2 3 4 انتهت البلس سيجنال مالتي صارت لو وراها. زين؟ ويكمل على هالاساس مالته بهالطريقه هذه. زين؟ مثال ناطيني اياه ايش يقول لي؟ اسيوم ا ترين اوف بلسز از بينج فيد تو ذا سي سي بي 1 بن. يعني دي يقول لي عندك دي يشبه لي اياه كانه فد بلس كلش طويله ما دي يعرف اصلا الطول مالته. زين، دي يقول لي يوز كابتشر مود رايت ان اسمبلي لانجويج بروجرام ميجر ذا بيريد اوف ذا بلس اند بوت ذا ريزلت اون بورت بي اند بورت دي. ذا ميجرمنت از ان تيرم اوف ذا اف او اللي هو اوسيليتر كلوك بيريد اوسيليتر فور كلوك بيريد. دي يشبه لي من راح تدخل؟ راح تدخل عندي بالسي سي بي 1 والاوتبوت دي يريدها مالتي تطلع وين؟ بالبورت بي والبورت دي. زين، نفس الفقرات انا راح اسويها، بس ايش راح اسوي هنا؟ راح اسوي الفقره انه اني راح اصفر التايمرات اللي موجوده عندي، وتايمر ايش راح يكون؟ تايمر راح يكون للكابتشر، وتايمر راح يكون انترنال كلوك، راح يكون تايمر داخلي راح اسوي به. زين، واكمل على هالاساس هذا. زين، فانا صارت عندي التايمرات هنا أنا اصلا ما حددتها، لانه انا اصلا داريد اشغل هالتايمرات وداريد اشوف ايش قد راح تاخذ وقت. لانه ايش يقول لي؟ يقول لي رايت اسمبلي لانجويج تو ميجر ذا بيريد اوف بلس، يقول لي قياس المده مالت البلس مالتها. فانا التايمرات اريد اعرف كانه ايش داري اسوي؟ اللي هي شغلها مثل ما شبهت لكم اياه كانه شغل الكاونتر. زين، يريد يزيد يعرف ايش قد راح تاخذ هاي الفتره الزمنيه، ايش قد راح تاخذ بحيث انه النتيجه مالتها راح يحطها هناك. زين، ونفس الشيء هم راح يسوي نفس الفقره، هم راح يسوي كابتشر مود.
زين لما يصير عنده ريزنج ايج وراح يسوي فلاج زين، بس راح يسوي فلاج المن، راح يسوي فلاجين مو فلاج واحد. ليش سوى فلاجين مو فلاج واحد؟ سؤالي ليش سوى فلاجين ما سوى فلاج واحد؟ هناك سوى فلاج واحد بس هنا اللي يسوي فلاجين، ليش؟ جواب قدامكم كلش واضح حسين. ريجسترات اثنين لو شنو بالضبط؟ هي كلها ريجسترات، بس يا ريجسترات هي السي سي بي ريجستر والتايم ريجستر كلها ريجستر، بس يا منهم بالضبط؟ البي اي ار 1 اوكي هو دي يسوي عليه، بس هو ايش دي يسوي؟ ليش حط شو اسمه اثنين؟ الباقيين اريد الباقيين يجاوبوني. الجواب قدامكم قدام عينكم الجواب. اوكي لا هسه انا اوكي اوكي بس دقيقة انا ما تروح يعني زائد بس كلمة واحدة. ليش؟ اوكي هسه هناك احنا مثلا ايش قلنا استخدم هنا ايش يسوي؟ يسوي مونيتر مرة واحدة هذا هنا زين بهالطريقة زين. هنا ليش سوى مونيتر مرتين؟ هذا سؤالي. اوكي بس ليش فلاجين؟ زين هسه انتوا اوكي هسه انتوا خلينا نقول كم طالب بالمرحله؟ 40 طالب. زين انا اذا اريد اراقب كل طالب من عندكم كم فلاج اخلي؟ لا اريد اراقب كل طالب. ليش حطيت 40 فلاج ل 40 طالب على مود كل فلاج يراقب لي الطالب؟ مثلا من يحضر ينطيني فد فلاج، من ما يحضر ينطيني فلاج، من يجاوب ينطيني فلاج، من ما يجاوب ينطيني فلاج بهالطريقه هاي. زين هسه انا حطيت اثنين ليش؟ لانه ايش عندي اني؟ هسه هاي شنو؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ وهاي شنو؟ بالضبط. زين هسه ليش؟ لانه انا ايش كاتب؟ كاتب مونيتر تايمر 1 فلاج والثاني هم مونيتر تايمر 1 فلاج. بمعنى اصح او بمعنى اشمل خلينا نقول على ما تكون يعني نتذكرها هاي الفقره، انه واحد دا راقب بين انترنال واحد دا راقب بين اكسترنال. اللي دا يصير عندي واضحه الفكره من عندها ليش انا استخدمت فلاجين؟ زين لحد هاي النقطة اكو احد عنده سؤال او استفسار؟ لحد هاي النقطة. اليوم انا اريد اسمع صوت زياد طارق، اليوم ما اعرف ليش بس اريد اسمع صوته يعني. يعني زياد طارق واضحة عندك الفكرة لو ما واضحة عندك؟ صوته بيوحشة زياد طارق. هو اصلا دا يسمعني صوته لو دا يكتب فد شيء على مود شو اسمه؟ على مود
اعرف انه ده يفتهم لو ما ده يفتهم، ده توصل له الفكره لو ما ده توصل له. اوكي راح نكمل على الميجر بالس ويث. زين احنا اي شيء نريد نستخدمه بصوره عامه لازم عندنا فد قياس له، يعني ما يصير استخدام عشوائي لهذا الشيء. زين يعني مثلا انا من اريد استخدم، خلينا نقول اريد اروح فد مسافه معينه، زين اقول انه انا راح اقدر امشي هاي المسافه، او مثلا من اني عندي بنزين بالسياره اقول هذا البنزين راح يكفيني هاي المسافه. نفس الشيء بالنسبه للبالس اللي انا دارت استخدمها لازم اقيس الويث مالتها. زين يقول لي one of the most widely used application of capture mode is measuring the pulse width. يعني اني النقطه الرئيسيه او النقطه المهمه اللي اني اريد على مود اسوي capture mode لازم اني عندي measure للبالس width مالتها. زين لا على مود اعرف انه الويث مالتها ما تبدي وين تنتهي، فتقياس معين اللي هو الوث اللي هو المجر. اذا احنا نريد نشبهه بما شبهنا شبهناه بالكاونتر، كانه مثلا اني اقول مثلا هو كمثل عليه من اقول انه اني دا اقيسها مثلا ب 20 مره، فانا لحد احسب لحد ما اوصل 20 اقول له اوقف لهنا، فانه صارت عندي نوع من القياس اللي صارت عندي. الفقره اللي دا تصير in which the quantity is provided in term of the pulse width instead of traditional voltage or current. زين. In these devices, the output is provided in pulse width modulate, اللي هو PWM form. نعطينا مثال اللي هو يقول لنا الماكس ما بين ال 6666 و6667 temperature sensor from maxima curve convert the ambient temperature into PWM output with the temperature information containing in the duty cycle of the output square wave depending on the below equation. ايش ده يقول لي؟ ده يقول لي اكو عندنا فد equation زين او معادله زين احنا اللي نستخدمها على مود نقيس بها temperature اللي انا موجوده عندي دار استخدمها. طبعا هاي المعادله راح تكون بها مثلا معطيات ثابته اللي انا راح استخدمها، واكو بها مجاهيل اللي حصير عندي. المعطيات الثابته عنده فد رقم اللي هو دائما 235 ينقصه من 400 يضربه بالتي 1 ويقسم الناتج مالتك كله على التي 2. زين التي 1 اللي هي ايش يقيس لنا بها؟ is fixed with a typical value of 10 ملي سكند. يعني خلينا نقول التايم واحد هو ده يقول لنا fixed ويا 10 ملي سكند. التايم 2 زين modulated by the temperature يعني ممكن يتغير بتغير الحراره. زين التي بصوره عامه اللي هي البيريد اوف بالس اللي هي مالت المده مالت البالس اللي دا تصير عندي ناتجها شنو هي؟ هي مجموعه تي 1 ويا تي 2. التي 1 ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي الهاي بورشن، والتي 2 راح تمثل لي اللو بورشن. الهاي بورشن اللي هي شنو هي؟ من تصعد البالس عندي هسه هذا بالمثال اللي قبالكم هذا التي 1، من تصعد انا عندي التي 1 البورشن هذا الهاي راح يصير يمثل لي التي 1، ايش قد راح تبقى هاي عندي؟ زين؟ وايش قد راح تبقى لو اللي هي راح تمثل لي التي 2 مالتي؟ زين؟ فاجا ايش ذا يقول لي؟ ذا يقول لي اذا انت عندك التي 1 بقعت 10 مثلا اللي هو قال مثلا فيكست على المثال اللي هو ناطي، طبعا هذه ممكن تتغير الارقام مو ارقام ثابته، بس المعادله راح تكون ثابته. زين؟ التي 1 نطانيها مثلا 10 والتي 2 نطانيها 20، شو يقول لي؟ انه انا اذا اجي اعوض قيمه التي 1 والتي 2 ايش راح تطلع لي؟ تطلع لي 235 ناقص 200 راح تمثل لي 35 سيليزي اللي هي التمبرتشر مالت شو اسمه؟ البالس ويث اللي انا داريد استخدمها. زين؟ شنو علاقة هاي باي؟ بعدين حنشوف شنو علاقة هاي باي. حاليا هسه اذا انا اريد اطلع التمبرتشر هذا المعادلة واضحة شلون انا اقدر استخدمها؟ اذا انا اريد اطلع التمبرتشر واضحة المعادلة شلون اريد استخدمها باستخدام شنو شنو؟ راح يكون عندي معطيات اثنين اللي هي T1 والT2
التي 1 ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل لي الهاي بورشن اللي هي القمه اللي راح توصلها البالس مالتي، والتي 2 المده اللي راح توصل تبقى بيها اللو بورشن. يعني مثلا الهاي بورشن هنا بقت 10، بالمثال مالتنا اللو بورشن بقت ضعفها، يعني بقت لو ضعفها اللي هي بقت 20. فعلى هالاساس اني قدرت اطلع التمبرتشر اللي انا قاعد استخدمها اللي هي صارت اني عندي 35 سليزيه. واضحه؟ قول. لا ممكن يتغير، ممكن يعني 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 مثلا اسمح لي اسمح لي هسه انت على هذا الفيجر اللي قبالك هذا اللي هو مكتوب، هذا مثلا انا ناطيك اياه، ايش ناطيك مثلا؟ ايش ناطيك؟ ناطيك انه اني سنجل بالس اللي هو باديه من هنا ونازله هنا، التي 1 مالتها نفس التي 2 صارت هنا لو صارت تقريبا. دائما التي 1 هي قيمه الهاي ودائما التي 2 هي قيمه اللو. هاي بعض كاتب لك اياها، تي 1 بالاحمر از ذا هاي بورشن اوف بالس، والتي 2 اللي هي بالاحمر از ذا لو بورشن. هذه دائما هذا ثابت، قيمه التي 1 هي الهاي، قيمه التي 2 هي اللو. بس كقيمه مالت التي 1 والتي 2 ممكن تتغير. زين؟ صح. مو هو 200 ناقص 235 ناقص 200 ايش قد تطلع؟ مو هي غير تنضرب 400 في 10 ايش قد؟ 4000 على 20 ايش قد؟ مو واضحة؟ هاي رياضيات، يعني هذا مو شو اسمه، هاي يعني انت شلون تحلها. زين؟ وطبعا فقرة ثانية تنتبهون على فت فقرة الأخرى على الوحدات مالت القياس. يعني يجوز مثلا بالسؤال ايش يعطيك مثلا؟ يقول لك التي 1 هي مثلا 10 ملي سكند بينما التي 2 مثلا 20 مايكرو سكند. راح يصير لو ما يصير هذا الشيء نسويه؟ سؤال، لا اذا جبت الوحدات مختلفه يصير لو ما يصير هذا الشيء نسويه؟ المفروض ان نوحدها للوحدات على مود نستخدمها مو نحولها. يعني هي بالنهايه راح تتحول، يعني النتيجه تتحول، بس المفروض نتعامل بوحدات ثابته. يعني ما يصير التي 1 اني استخدمه مثلا بالملي سكند والتي 2 استخدمه بالمايكرو او بالعكس. زين؟ يا اما استخدمه بالملي يا اما استخدمه بالمايكرو يا اما استخدمه بفد شيء، وبعدين بالنهايه راح تتحول على الشيء اللي اني دارت اسوي. فالمفروض الفقره اللي اني انتبه عليها بالنسبه للوقت انه اني اوحدها. يعني مثلا هسه على هذا التحويل اذا طال مثلا 20 مايكرو سكند، زين مثلا انا ما يصير اجي اضرب ال 400 في 10 واقسمها على 20، لانه ال 400 في 10 ملي سكند ما يصير تتقسم على 20 مايكرو، يا اما اثنيناتها تكون مايكرو يا اما اثنيناتها تكون ملي، وبعدين احولها على السيليس اللي انا اريد احولها بعدين عليه. بس انا سؤالي انه اني انتبه على الوحده الموجوده مالت الزمن، خلوا ببالكم هذا الشيء. واضحه هسه لحد الان؟ اكو سؤال؟ اكمل على الباقي؟ اوكي ماشي. هسه نجي على البلس ويث موديوليشن اللي هي البي دبليو ام مود. زي ده يقول لي البي دبليو ام مود
feature allow us to create pulse with variable width. إنه ممكن إنه أنا أسوي pulse بوث متغيرة. زين؟ النقطة اللي أنا أركز عليها ده يقول لي two factors are important هنا. اللي هي من هي؟ بس لحظة واحدة. هي أكيد لا توصل الفكرة بس يراد لها مراجعة بس زيادة. أنا أريد أسمع صوتك اليوم. ما أريد بس تكتب لي. زين؟ هو ماكو شيء يوصل بدون قراية. لازم جزء من الأستاذ والباقي على الطالب. المهم أجي أكمل إنه أني two factors are important. اللي هي منو دا يمثل لي الـ period of the pulse والـ duty cycle. زين؟ الـ duty cycle اللي هو احنا نرمز له بالـ DC. عندنا هنا. زين؟ duty cycle DC is the portion of the pulse that stays high relative to the entire period. زين؟ هسه رح نيجي على أول واحدة اللي هي الـ period of الـ PWM. يعني الـ period مال الـ pulse width modulation. زين؟ رح نيجي نستخدم فد فورمولا أو فد equation إنه أنا أجي أطلع من عندها الـ الـ الأشياء اللي أنا أريد أطلعها. إيش ده يقول لي؟ ده يقول لي CCP mode use العفو تايمر 2. شلون عرفنا سي سي بي تستخدم التايمر 2 بالبيريد؟ رح نرجع على الجدول مالتنا اللي هو بالبدايه هذا انه بالبي دبليو ام ايش نستخدم؟ نستخدم تايمر 2 بينما بالكابتشر والكومبير نستخدم التايمر 1 او التايمر 3 لانه كل واحده من عندها ريجستراتها تختلف عن الثانيه. فلهذا السبب انه بدنا نستخدم هذا الشيء او هذا الشيء. زين حسب الحاجه مالتنا. فايش ذا يقول لي تايمر 2 اند از اسوشيتد ريجستر. ايش عندنا؟ عندنا فد شيء اسمه البي ار 2 زين؟ فور ذا بي دبليو ام تايم بيس، ويتش مينز ذات ذا فريكونسي اوف البي دبليو ام از ا فراكشن اوف ذا اف او سي اس اللي اوسيليتر، ذا كريستال فريكونسي. بالمعادلة مالتنا ايش ده يقول لي؟ ده يقول لي الـ period of الـ PWM اللي هي شو تمثل لنا؟ الـ TW TPWM اللي هي الـ time مالت الـ PWM اللي هي الـ period اللي هي المدة الزمنية. شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الـ PR2 اللي هو من هو؟ readable and writable register بلس الواحد مضروب في الأربعة مضروب في الـ N مضروب بالـ TOS سي. التي او اس سي اللي هي من هي؟ تمثل لنا البيريد اوف ذا كريستال اللي هي شن هي؟ طبعا القوانين كلها ببالكم اللي هي الواحد على الاوسيليتر مالتي اللي هو الاف او اس سي. زين نجي على هاي القيمه اللي هي البي ار 2 شلون اطلعها؟ اطلعها اللي هي الريد اند رايتبل ريجستر اطلعها منين؟ اطلعها من الاف او اس سي على يمن على الـ PWM اللي هي شو تمثل لنا؟ تمثل لنا Frequency of الـ PWM مضروبة بالأربعة مضروبة بالـ N ناقصا الواحد. زين؟ هاي المعادلتين المفروض تحفظوها والمفروض تعرفون كل قيمة من عندها شو تساوي لنا وشو تمثل لنا. زين؟ هنا انا حطيتكم كتعريف او كفد شيء بسيط على ديوتي سايكل بس بعدين حننزل عليه حنشوف شلون حنستخدمه وشلون راح يصير عليه استخدام. ايش ده يقول لنا؟ ده يقول لنا ديوتي سايكل اور الباور سايكل مرات يسموه از ذا فراكشن اوف وان بيريد ان ويتش ا سيجنال اور سيستم از اكتف. يعني هو جزء من 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 دوره واحده لما تكون السيستم او السيجنال مالتي اكتف. زين هذا كيف شيء بسيط عليه يعني كتعريف عام ممكن تلقوه بالويكيبيديا ممكن تلقوه باي مكان عليه وشلون راح نستخدمه وشنو استخداماته حنشوفه جوا بالامثله اللي عندنا موجوده جوا والشرح مالتها. لحد هاي النقطه قبل ما ادخل بالامثله اكو فد سؤال على هاي المعادلتين؟ اكو سؤال على هاي المعادلتين لو لا؟
اللي هي البي ار بي ار 2، منين جبت شلون اعرف قيمه البي ار 2 احمد؟ هو لا اسالني البي ار 2 شو تمثل لي؟ شلون اعرف هاي البي ار 2 شو تمثل لي؟ قبالك موجود الجواب قبالك. لا لا اوف البي ار 2 شو تمثل لي؟ مو 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 هي شو تساوي لنا؟ هي شو تمثل لي؟ مختصر مال شنو؟ هي هذا كل باوة احمد او باقي الطلاب كل 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 خلينا نقول كل كلمه او كل رمز من هاي الرموز موجود التعريف مالته هنا هياته. البي ار 2 شو تمثل لي؟ لحجي القى البي ار 2 از ريدبل اند رايتبل ريجستر. التي بي دبليو ام اللي هي شو تمثل لنا؟ تمثل لنا البيريد اوف البي دبليو ام يعني التايم مالتها. زين ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا 1 على الاف بي دبليو ام. زين اوكي الاف دبليو البي دبليو اللي هو الفريكونسي بالضبط. وعلى اساس كل قيمه من ها كل رمز من هاي الرموز شو يمثل لي؟ موجود التعريف مالته هنا. الان شو تمثل لي؟ تمثل لي البريسكيل اللي هو راح يكون يا اما 1 او 4 او 16. يعني راح يقول لي بالسؤال يا اما البريسكيل مالتك 1 او 4 او 16 وعوض قيمه الان بي. واضحه؟ بالنسبه للباقين واضحه؟ اوه حتوضح اكثر من شوف المثال ده يقول لي هنا ايش يقول لي؟ فايند ذا بي ار 2 فاليو. ايش طلب من عندي؟ القي هاي القيمه. ايش ناطيني؟ and the prescale needed to get the following PWM frequency assume that the XTAL تساوي لنا 20 ميجا هرتز. وايش ناطيني؟ ناطيني قيم بالكيلو هرتز اللي هي 1.22 و 4.88 و 78.125 كيلو هرتز. زين؟ ايش راح اجي؟ راح اجي حسب المعادلة اللي انا عندي. زين؟ راح اصغرها شوية على مود توضح الثانية. حسب المعادلة اللي موجودة عندي اني ال بي ار 2 شو تساوي لنا؟ ال اف او اس سي على الفريكونسي مضروبة بالاربعة مضروبة بالان ناقصا الواحد. الفريكونسي اللي انا عندي ايش كانت قيمته؟ هنا 20. لانه هو ناطيني تقسيم 4 مضروبه بمن؟ ليش 4؟ هاي الاربعه مضروبه بمن؟ مضروبه بقيمه الان اللي هو ناطيني اياها اللي هو 1.22 عفوا مضروبه بالفريكونسي مالت البي دبليو ام. زين هسه انا ايش عندي؟ قيمه الفريكونسي والاربعه. عندي بريسكيل هنا ذاكر لي هو بالسؤال فد بريسكيل هو دي يقول لي ايش قد تحتاج بريسكيل شلون؟ لا عوف 1.4 هنا ذاكر لي فد رقم انه اني اعوض به قيمه البريسكيل. هو ايش يقول لي؟ شلون؟ بالضبط هو رايده. فاني ما عندي قيمه فاني ما عوضت هنا فتشي بالان لانه هو اصلا رايد القيمه مالته. فش طلعت عندي؟ طلعت عندي القيمه بعد ما حولت هذه طبعا اللي تباعوه هنا ميجا هرتز وهنا كيلو هرتز بعد ما وحدت الوحدات اللي انا دار اقيسها طلعت عندي القيمه 4097 اللي هو ايش يقول لي؟ يقول لي هذا الرقم اكبر من 256 فهاي القيمه اني صارت عندي كلش كبيره. زين اكبر من القيمه اللي مسموح بها اللي 255 قيمه الريجستر اللي انا قاعد اسويه. فايش يقول لي؟ يقول لي المفروض تبدي تجرب انه ناو تشوزنج ذا بريسكيل اوف 16 اختار ال 16
طبعا ورا مثلا اللي حيختار ال 16 اللي حيختار الاربعه ولا حيختار الواحد. زين الواحد هو منطقيا اذا اختار الواحد راح تطلع نفس القيمه 4097، لانه اذا هذا الرقم راح يضربه بالواحد راح تطلع 4097 نفس الرقم. زين راح يضربه بالاربعه راح تطلع له قيمه، راح يضربه بال 16 بنضربها بال 16 اللي هو قيمه الان اللي هو عوضها هنا. زين راح تطلع هي 255. فايش ده يقول لي؟ قيمه البي ار 2 راح تساوي لنا 255 اللي هي فت بالضبط ويا الريجستر مالتي ويا هذا البي دبليو بي دبليو ام فريكونسي لما قيمه البري سكيل تساوي لنا 16. واضحه شلون لقى قيمه البري سكيل؟ قول او اقل 255 او اقل اللي هي اللي هي على من تعتمد؟ تعتمد على البي دبليو ام اللي هو البي دبليو ام اللي هو المختصر مال شنو انا عندي؟ البلس ويث موديوليشن اللي هي اللي تصير البلس ويث موديوليشن. هسه انت البي دبليو ام الفريكونسي مال اول وحده اكبر لو الثانيه اكبر لو الثالثه اكبر؟ باوع بالثالثه سوى من طبق القانون مالته ايش قد طلعت القيمه مالت البي ار 2 اللي هي اصغر من 255؟ احتاج ينطي فد قيمه للبري سكيل فيقول انا بهذا الفريكونسي انا اصلا ما احتاج بري سكيل. زين بالقيمه مالت الثانيه اللي هي 4.88 طلعت القيمه مالته ورا ما طبق المعادله طلعت 1023 اللي هي اكبر من 255. فايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده الاربعه راح تشتغل البري سكيل اللي هي راح تجي فت على 255. زين وممكن ال 16 هم تشتغل بس الجواب الاصح اللي هو اقرب لل 255 يعني لا بعيد عليها كلش ولا شو اسمه ولا اكبر من عندها. بس اذا ما طلع غير قيمه مثل ما طلع عندي 63 فاقول خلاص هي هالقيمه اللي مضبوطه، لانه هنا أنا اذا اخلي بري سكيل له اصلا تطلع بعد يجوز بالماينس فصارت كلش بعيده. بالضبط ما راح تكون عمليه. اللي هو البري سكيل اللي هو بصوره عامه شنو هو؟ شنو اصلا اساسه؟ شو يسوي؟ الاوسيليتر اللي هو خلينا نقول تقريبا كانه دا يتحكم نوعا ما بالوقت مالته. صح لو غلط؟ بطريقه او باخرى. زين فاني شنو الفائده انه انا اقول له مثلا انه انا اريد مثلا هذه تشتغل مثلا خلينا نقول مثلا كرقم 10 ثواني. زين زين اكو انا اقول له شغل لي اياها ماينس 10 او نيجاتيف 10 شغل لي اياها؟ صح لو لا؟ ولا اقدر اقول له انه انا مثلا انا الوقت المسموح عندي مثلا زين الوقت المسموح عندي مثلا 60 ثانيه زين وخلص هذا هو بعد ينتهي المده مالتي. اقدر اقول له شغل لي اياها 65 ثانيه؟ فهي نوعا ما تلاعب بالوقت بس عن طريق من؟ عن طريق الـ 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 المساحه اللي انا مخصصه عندي اللي هي 255 اللي هي المساحه مالتي بصوره عامه الريجسترات او البتات او الشيء الثاني اللي انا قاعد استخدمه بطريقه او باخرى. واضحه الفكره من عندها بالنسبه لحسام وبالنسبه للباقين؟ بالنسبه للباقين واضحه؟ اوكي زين هسه ايش يقول لي؟ يقول لي فايند بالمثال الثاني فايند البي ار 2 فاليو فور ذا فلوينج بي دبليو ام فريكونسي اسيوم هم نطاني شو اسمه الاكس تي اي ال اللي هو 10 ميجا هرتز بس ايش نطاني؟ نطاني البري سكيل واحد. زين
فراح اضطر انه اني اكتب قيمه البري سكيل. بس على الاساس اللي هو نطاني اياه 10 وال 25 طلعت اصلا اقل من ال 255. اللي هي واحده طلعت عندي 249 والثانيه طلعت 99. زين؟ لو فرضنا انه طلعت خلينا نقول هاي القيمه 257 اول واحده. منطقيا راح اقول له انه الجواب مالته لا راح يشتغل لو ما راح يشتغل باول فريكونسي. ليش؟ بالضبط بهالطريقه. زين؟ مثال الثالث هم يعيده بهالطريقه الاخرى، يقول لي find the minimum and maximum f بي دبليو، الفريكونسي مالت البي دبليو ام. زين؟ allow for الاكس تي اكس تي اي ال اللي لما تساوي لنا 10 ميجا هرتز، state the PR2 and the prescale value for the minimum and maximum FPW. زين؟ ايش دا يقول لنا؟ دا يقول لنا we get the minimum FPW by making ال PR2 ايش قد تساوي لنا؟ 255. يعني لما نريد يطلع المينيمم مالت الفريكونسي مالت ال PWM ايش قد ينطي القيمه مالت ال PR2 الماكسيمم مالتها؟ زين؟ اللي هي تعطيها 255. والبري سكيل ايش قد راح ينطي؟ هم ينطي ماكسيمم مالته. اللي هو ايش قد؟ 16. ليش 16؟ لانه عندنا البري سكيل حسب المعطيات مالتنا اللي هو بالبدايه قيمه الان يا اما 1 يا اما 4 يا اما 16. مو تروحون تكملوا على 32 وال 64 وال 128. لا 1 و 4 و 16 ونوقف. زين؟ ويجي يعوض القيمه مال 255 ومال 16 بالمعادله مالته ويطلع قيمه منه؟ يطلع قيمه ال اف اف بي دبليو ام اللي هي هاي القيمه مالتها. نعم. زين؟ هذه بقت عنده مجهوله، جاب هذا حط هذا بمكان هذا، هاي الرياضيات المفروض انتم يعني تحلوها تشوفون شلون تنحل عندكم. زين؟ لما نريد المكس هذا من نريد المينيمم ايش حطيت؟ حطيت اعلى قيمه للبي ار 2 واعلى قيمه للبريسكيل. من نريد المينيمم زين ايش راح اخلي؟ راح اخلي اقل قيمه، عفوا من نريد الماكسيمم راح اخلي اقل قيمه للبي ار 2 واقل قيمه للبريسكيل. يعني واحده عكس اللوك، يعني من انا اريد المينيمم اخلي اعلى قيم، من اريد الماكسيمم اخلي اقل قيم. زين؟ فايش طلع لي؟ طلع لي باول واحده قيمه الفريكونسي مالتها ايش قد راح تساوي لنا؟ 610 هرتز. وبالثانيه قيمه الفريكونسي مالتها 2.5 ميجا هرتز. اللي هي قيم اللي هي القيم اللي اعطاني اياها بالبدايه بهذا السؤال اللي هي هاي الاي وال1 والبي، الاي والبي والسي. اوكي؟ واضحه لهنا؟ لحد هاي النقطة واضحة؟ اوكي. نكمل على الباقيات. زين؟ نجي على الأسئلة احنا كنا عليه من بدنا نحكي ويا من؟ حكينا عليه من؟ على البيريد اوف البي دبليو ام. اللي هي قلنا ايش عندنا؟ قلنا عندنا فاكتورين للبي دبليو ام، واحدة البيريد مالتها. زين؟ والثانيه سميناها الديوتي سايكل اللي هي الدي سي. نجي على من؟ نجي على الدي سي اللي هي ديوتي سايكل اوف البي دبليو ام. زين؟ اللي هي شو تمثل لنا؟ از ذا بورشن اوف ذا بولس ذات ستيز هاي ريليتيف تو ذا انتاير بيريود. يعني هو جزء من البولس مالتي اللي راح يبقى عندي هاي. زين؟ جزء، انتبهوا هي جزء مو كل. زين؟ دي يقول لنا to set the duty cycle the CCP model use the 10 bit register which is formed from 8 bit of CCP IL and 2 bit from CCP 1 control register. يعني هو ايش راح يستخدم؟ راح يستخدم 10 بت 10 بتات. هاي ال 10 بتات شلون متقسمه؟ متقسمه 8 بتات
للسي سي بي ار اي ال وبالتي ان متقسمه من السي سي بي كنترول ريجستر. زين دي يقول لنا بالرياليتي زين السي سي بي ار ال 1 از ذا مين ريجستر فور ذا ديوتي سايكل اند ذا لوور 2 بت اوف ذا من الدي سي 1 بي 1 للدي سي 1 بي 0 اللي حكينا عليها بالريجسترات are for the decimal point portion of the duty cycle and are set as the follows. اللي هو ايش داي يمثل لنا؟ ايش داي يقول لنا؟ داي يقول لنا لما قيمة الدي سي 1B1 0 وقيمة الدي سي 1B0 0 همينة الديسيمال بورشن راح يكون صفر. لما قيمتها صفر واحد ايش راح يصير عندي؟ 0.25. لما قيمتها 1-0 راح تصير 0.5 اللي هو يعني تقريبا نص. لما تصير قيمتها 1-1 راح تصير 0.75 اللي هي قيمتها تقريبا 3/4. راح نشوف اكزامبل عليها ايش دي يقول لي؟ دي يقول لي افرض انه البي ار 2 مالتك 50 زين اند عندك 20% ديوتي سايكل. ايش راح اسوي؟ راح اضرب ال 50 بال 20%. ايش قلت راح تطلع؟ راح تطلع عندي 10 زين. هاي ال 10 ايش راح تتقسم؟ راح تتقسم عندي 8 بت الاول جزء زين و2 بت الثاني جزء. فشلون صارت ال10 اكو وراها فتفت قيمه معينه؟ ماكو وراها فتفت قيمه معينه. فصارت عندي ال8 بت اللي هي هذه اذا نجي نحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي هي صارت انا عندي قيمه ال10 عوضتها هنا زين بالبوينتات اللي انا عندي زين. هاي المفروض اكو بس ثانية واحدة. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي متقسمة 8 اللي هي هذه مضروب وراها بوينت الاصفارة مالتها. بما انه انا عندي العشرة فالجزء الاول كله راح للثمانية اللي هي قيمه ال10 اللي تمثل لي اياها زين. هنا أنا من انا ضربت من دا يقول لي البي ار 2 هم انا 50 بس الديوتي سايكل مالتي زادت زين اللي هي صارت 25% انضربت طلعت 12.5. فالخمسه وين راحت؟ ايش راح تمثل لي الخمسه اللي هي ال 0.5؟ راح تمثل لي 1-0. فجيت عوضت ال 1-0 هنا أنا. زين وقيمة ال 12 وين تعوضت؟ تعوضت هنا انا عندي. واضحة الفكرة من عندها شلون هاي القيمة انا اذا اتعامل بها البوينتات مالت الديوتي سايكل؟ واضحة لو ما واضحة؟ قول. زين اوكي انت على هذا الرقم اللي خلينا نرجع نسميه اللي هو تروث تيبل اللي موجود عندك راح اجاوبك انا على سؤالك. التروث تيبل اللي هو ب بس اثنين اللي هو عندي تو كولوم زين اللي هو الدي سي 1 بي 1 والدي سي 1 بي 0. اكو ممكن انه اعطي غير ترتيب للصفر والواحد؟ يعني هسه انا ايش عندي؟ نطيت 0 0 ونطيت 0 1 ونطيت 1 0 ونطيت 1 1. اكو غير هذا الترتيب غير هذا الكومبينيشن اللي موجود عندي؟ وعلى هالاساس ويا كل خلينا نقول ويا كل رو ايش قد تطلع قيمه الديسيمال بوينت مالته؟ بالرقم اللي بالضبط. يعني يا اما صير عندك صفر يا اما صير عندك 0.25 يا اما صير نص يا اما صير 3/4. ومن صارت واحد اللي هي تعادل قيمه الصفر ايش قد صارت هنا؟ هذا المثال اللي ببالك اللي هو صار ال10 زين.
اخاف مثلا فد امثله مثلا يعني تطلع عندكم مثلا فد رقم، خلينا نقول اللي مثل ما ساله حسام مثلا، مثلا زين 0.4 انت راح تاخذ الاقرب رقم له. زين مثلا 0.4 هي قريبه الما قريبه لل 0.5 لو قريبه لل 0.25، فش قد راح اعوض القيمه مالته؟ راح اعوض القيمه مالته 0.5. زين وبنفس الطريقه اكمل على الباقيات او اسوي تقريب بصوره عامه، يعني بحيث انه انا اريد لي ديجيت واحد ورا البوينت، ما اريد اكثر من ديجيت. يعني المستقبل عوف كمحاضرات او كامتحان كمستقبل بصوره عامه، يعني بالحياه العمليه اذا مثلا استخدمتوها فبهالطريقه هاي انا راح احلها. واضحه الفكره منها؟ اوكي زين. وهذا المثال اللي هو ايش يقول لي؟ يقول لي انه الريليشن مالتي شلون تصير والكومبير شلون تصير على اساس الديوتي سايكل اللي انا موجود عندي، اللي هو ايش يقول لي؟ يقول لي مثلا الديوتي سايكل مالتك صار بهالطريقه هاي، اللي هو ياخذ البورشن. اذا نرجع على التعريف is the portion of the pulse that stay high relative to the entire period. الانتاير بيريد وينها؟ هذه ده تبدي منها لهنا، هاي البيريد مالتها ده تبدي منها تنتهي هنا. فالديوتي سايكل مالتي ايش راح يمثل؟ راح يمثل بس الجزء الهاي. زين فعلى هالاساس اللي انا مثلا قبالي اذا هيك بالعين المجرده اريد اقيسه، الديوتي سايكل هنا ايش قد اخذ؟ اخذ ربع لو نص لو ثلاث ارباع من البيريد، هيك تخمينيا بالضبط تخمينين اخذ ثلاث ارباع، كانه اللي هو خلينا نقول اذا اريده شويه بصوره ادق كانه ثلثين اخذ، اذا اقسمها ثلاث اثلاث اللي هي ثلثين قريبه لثلاث ارباع، بما انه انا ما اتعامل بالاثلاث انا دا اتعامل بالكوارترز. واضحه الفكره منها؟ زين؟ اوكي. هسه دي يقول لي انه نوتس ذات بيكوز السي سي بي ار 1 از ذا فراكشن اوف البي ار 2 فنستخدم التايمر 2 ماتش اللي هو اللي حيكون ويا السي سي بي ار اي ال فيرست بيفور ات ماتش البي ار 2 unless we have انه 100% ديوتي سايكل. زين in that case التايمر 2 ماتش بوث السي سي بي will PR2 at the same time because because they have equal value of ال 100% duty cycle اللي هي ال PR2 مالتي اللي هي شو تمثل لنا هنا اللي هي هاي ال PR2. زين دي يقول لي انه اذا كانت ال duty cycle مالتي 100% فمعناها انه هذا الجزء راح يصير ماتش ويا هذا الجزء اللي هي ال period كامله مالت ال شو اسمه المده الزمنيه مالت السيجنال كلها او الباس كلها اللي تصير عندي. زين الباس هي اصح التسميه مالت السيجنال. زين بعدين ناطيني مثال انه رايت ان اسمبلي بروجرام ذات ويل كريت 2.5 كيلو هرتز زين فريكونسي وذ 75 ديوتي سايكل زين اوف ذا سي سي بي 1 بن وناطيني الفريكونسي مالتي 10 ميجا هرتز. زين هم انا جاي حالها مطلع قيمه البي ار 2 زين ايش قد القيمه مالتها؟ زين فدي يقول لي طلعت القيمه مالتها على اساس المعطى اللي هو موجود عندنا انه شو اسمه؟ انه 249 and because ال 249 بال 75% تساوي لنا 186.75 we have ال سي سي بي 1L ايش قد راح تساوي لنا اول جزء؟ والدي سي 1 بي 2 للدي سي 1 بي 1 راح تساوي لنا 11 4 اللي هي ايش قد التكمله مالته اللي هي قيمه ال 75. هسه باوع هنا من طلعت عندنا قيمه ال 75 ايش قد عوضنا؟ نرجع على الجدول مالتنا 0.75 ايش قد عوضنا؟ 1 1 اللي هي قيمتها 11 عوضناها بمن؟ عوضناها بال دي سي 1 بي 2 والدي سي 1 بي 1 بورشن. زين واجى هنا عوض قيمتها زين استخدمها 186 زين واجى هنا نفس التكمله عوضها قيمه ال 11 مالته اللي هو يريد يعوضها بالهكسه.
زين اللي هي قيمتها 1 1 على الاساس، وكمل نفس الخطوات اللي موجوده عندنا، بس ايش ضاف هنا؟ ضاف ديوتي سايكل على المثال مالتنا. وهم نستخدم الفلاج زين، بس هنا شو استخدم؟ استخدم فلاج واحد. ليش استخدم فلاج واحد؟ ما استخدم فلاجين؟ ليش استخدم فلاج ما استخدم فلاجين؟ بالضبط، لانه هنا بالنسبه للبي دبليو ام بدنا نستخدم تايمر 2 اللي هو تايمر 1، فراح نستخدم بالنسبه له بس فلاج 1. لهنا محاضرتنا مالت اليوم تخلص.